حبيتك حبيتك يا نونو من اول طبخه. يا نهارك اخبر، ايه اللي بتحرق ده؟ قلبي اللي على النار. محسوبك يا خيبتك التقيله، والله ما انت ناوي تجيبها البر. محدش هيرسيني غيرك انت يا نونو. يا راجل يا راجل يا ابو عين زايغه، ادوب انا في نبويه ذات العيون العسليه. تعرف لو ما خرستش وسكت هحلف ما انا داخله المطبخ تاني. ما هو اذا البق خرس القلب بيتكلم. بيقول ايه يا سي بعجر؟ بعجر ايه بعجر دي؟ في حاجة يا بسيونة يا فندم؟ الساعة 7 يا فندم. الساعة 6؟ 7:10 يا فندم. أنا معايا ستة. بقول لسيادتك ساعتي 7:10 يا فندم، وساعة البيت دقت 7:10 يا فندم. يبقى أنا ساعتي وقفت. طيب. لسه ربع حسب أوامر بابا. فين الكبريت؟ كويس. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to عزة. Happy birthday to you. برافو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ميرسي يا ماما. يلا يا منى قطعي التورتة ووزعي على اخواتك. حاضر. انا اللي هقطع التورتة. بابا قال انا اللي اقطع التورتة. يعني منى هي اللي هتوزع علينا. انا المسؤوله هنا. حاجه بايخه قوي. انت اسمك منى؟ كهله مسقفه. معلش يا اخ. اول حاجه تعملها بكره الصبح انك تنزل على الشهر العقاري. طب مش مستحسن يا فندم اوصل سيادتك الاول المحكمه وبعدين ابقى اروح للشهر العقاري؟ لا بكره انا ما عنديش محكمه. ايه ده؟ رايحين فين؟ ممنوع. اوامر بابا. هيزعل بابا. زبكوا على جنبكم. يا اما خش. عاوزين نقعد معاك شويه يا بابا. انا عندي قضيه مهمه وعايز ادرسها. هنقعد معاك ساكتين. مش هنعطلك يا بابا. مش هنتكلم. مش هنفتح بقنا. هناكل واحنا قافلين بقنا. هم هم. تفضلوا كلوا. الساعة 8 ميعاد النوم.
نسهر مع بابا. ممنوع. ليه يا بابا؟ اولا السهر مضر بالصحه، ثانيا هيأخركوا عن المدرسه، ثالثا ما اكلتش من التورته بتاعتي. بعدين يا حبيبتي بعدين. اتفضلوا اتفضلوا على اوضكم. يلا يا حبايبي اتفضلوا على اوضكم. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا طارق. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. فتحت الجلسة. من حيث أن الدادة الزفت دي بتعتنن علينا، ومن حيث أن بابا بيرتاح لها وبيسمع كلامها، ومن حيث أننا بنكرهها كل العام، حكمت المحكمة بمضايقتها ومعاكستها وتهزئها باستعمال طريقة طه طه طه. طردي طردي طرد. اسحب يا تعشر مع بابا. يلا جري. ولا اناديله اناديله ياما ام. الكلام ده ما يتقالش في البيوت الكويسه. ليه بقى خاف الله الشر؟ هنا في بنات في سن المراهقه ومن الجايز انهم يتاثروا بالتفاهات دي. لا مؤاخذه حبيبتي حقك عليا، المره الجايه هغني لك كيلوباترا. كيلوباترا جهله مسقفه. وبعدين بقى في الوليه المخبر دي كده. طيب انا هعرف ازاي اربيها. انتي لسه هنا مقصوفة الرقبة وكمان مش جاهزة؟ حتى شرابك مش عارفة تعدليه. كل يوم تطلعيني السلالم طالعة نازلة كل ده عشان اشيلك السلالم. متهيألي مش هي دي الطريقة السليمة لدخول أي مكان فيه ناس. متأسفة يا بابا. مش كفاية.
مين فيكم اللي ضرب الدادة بالنبلة؟ امتى يا بابا؟ النهاردة الصبح، والضربة جت لها على ال مش عايزين تعترفوا. طب مين اللي حاطط لها الصابونة على الأرض وهي ماشية؟ انت يا بابا. برضه النهاردة الصبح، وبرضه وقعت على ال هو كله على العلن. بس بنت الكهرباء كده ليه؟ التعبان ده التعبان القرنقوطي. القرنقوطي؟ ايه المنفلوطي؟ ساكن هنا بقاله شهرين. فين؟ تحت سرير. يا مصيبتي. احمد ربنا اللي ما لبت في حضنك خد اجلك. انا في عرضك. مدد يرفعي مدد. غمضي عينك خلي المدد ينفع. حاضر. غمضي قوي. مدد مدد مدد. انصراف انصراف. خلاص فتحي يا حبيبتي فتحي. الحمد لله. راح فين؟ اقول لك وما تزعليش. لا تحت السرير. يا مصيبتي. يا اختي شاطر يا عمتي شاطر. شاطر يا عمتي شاطر. يا نبويا يا قسط عبدو. نعم يا باشمهندس. يا فندم شيل. بقول لك ايه؟ قول. ما هو حاجه من اتنين، يا اما اجيب انا الخضار واللحمه زي الاول، يا تقول للبي زود المهية اقل له 5 جنيه. يا نبويا ما هو انا لازم اجيب الخضار واللحمه يا سيب الشغل. سيبه. ده سابه. يا نبويا شبيك لبيك نبويتك بين ايديك. شيلي. يا صباح الفل. يا صباح الجرجير. حلو ماله الجرجير؟ يفتح النفس ويحرك الشهية. بتتهيلي يا بنت. هو انا معوجة يا بسبس؟ بسبس قلنا مفيش بسبس في الشغل. شيلي. بقولك ايه؟ شيلي وبعدين قولي. اشيل وبعدين اقول. حاسبي حاسبي. مش انا حلمت والنبي. طب ولا مالي؟ ما احنا كنا مع بعض. قال ايه؟ انا وانت راكبين مركب. وغير ايه؟ يا هوي ايش عرفك؟ مركب فيها حضرتك لازم تغرق. والنبي انت بتموت فيا بس انت اللي تقيل. انا طبعا بأمرة ما نجيتني وانا بغرق. انا ورحت رامي نفسك ورايا وشايلني بين ايديك وطلعتني على البر زي السجيع بتاع السيمة. انا اخس على مين؟ على سجيع السيمة. وقعدتني قدامك وسبلتلي عينيك ورحت فارد دراعك. الو. في ايه؟ بس بتعيطوا ليه؟ صباح الخير يا فندم. صباحك زفت. ليه يا فندم؟ حصل ايه؟ قضية ابراهيم عشماوي وخسرناها؟ طفشت. القضية طفشت يا فندم؟
سابت البيت. هي مين؟ عاشر دادة في خلال 3 أشهر. الدادة. ما هو الأولاد معذورين يا فندم. هي دي دادة دي؟ دي عاملة زي شيخ الغفر. الأولاد عايزين مربية سمحة تداديهم، مش بابا يخوفهم. طب ومنين أجيب أنا؟ موجود يا فندم، موجود. حضرتك تذكر المستشار إبراهيم عزمي؟ الله يرحمه، كان صديقي. الست حرمه عاملة جمعية لتربية الأيتام اسمها جمعية رعاية الأسرة. وجايبة مربيات، بنات مدارس فاضلات، متعلمات وكأنهن مدرسات. سيادتك تروح تزورهم وتطلب مربية. كويس، وفي الجمعية دي؟ هي في ال وأنت في دليل التليفون يا فندم. طب امشي غرم قدامي، امشي. حاضر يا فندم. حاجة تفلق. سامي هانم، يا ألف مرحب. الأستاذ موجود؟ الأستاذ ومساعد الأستاذ تحت أمرك. اتفضلي. وأنت كمان اتفضل. يا سلام على الكرم. يا سلام على الإنسانية. يا سلام على يا سلام على العنطزة الكتابة. أهلا أهلا سامي هانم. أرجوك ما تحاولش تخدر أعصابي. أنا زعلانة منك وجالك في مهمة رسمية. خير يا ستي؟ عايزاك ترفع لي قضية على واحد فضل يشجعني لحد ما حبيته وبعد كده ما بيسألش عني. في شهود؟ قلبي وعناي كفاية ولا اجيب لك شهود كمان؟ طب ايه وقائع الدعوة؟ امبارح ما جاش البارتي اللي كنت عامله له. انا مش قلتلك ان انا ما بحبش اندمج مع الناس دول؟ ليه يا رفعت؟ هو على اي حال كان في سبب تاني. ايه هو؟ كان عيد ميلاد بنتي عزة. دي نمرة 4؟ لا نمرة 5. بقى حد يسيب بارتي يجنن زي دي ويقعد مع اولاد صغيرين؟ معليش، في فرص جاية كتير. وعلى فكرة بمناسبة الكلام عن الاولاد، لازم تدخلهم مدرسة داخلية قبل جوازنا. اكيد انت هتعمل كده، مش كده يا حبيبي؟ ربنا يسهل. اشوفك امتى؟ هديك تليفون. روفار يا حبيبي. مع السلامة. جمعية. 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 ومع تقديري وإعجابي بالجمعية، اسمحي لي أقدم المبلغ المتواضع ده اسهاما مني لهذا المشروع العظيم. 200 جنيه؟ اشكرك باسم الايتام. ده واجب يا فندم. انا ليا رجاء لو سمحتي. تحت امرك. انا زوجتي توفت من 2 سنين وتركت لي 3 بنات وولدين، اكبرهم 15 سنة واصغرهم 5 سنين. لسه صغيرين ومحتاجين لرعاية. عشان كده انا قصدتك، لو سمحتي تختاري لي بمعرفتك مربية تكون على مستوى واقدر اطمن لها. بكل سرور. انا اهم شيء عندي الهدوء والنظام. طبعا سيادتك عارفه ان النظام هو اساس كل شيء في الحياه. اطمن، انا هختار لك مربيه ممتازه وعلى ضمانتي. بس بسرعه ارجوكي. ان ما كانش النهارده بعد الظهر يبقى بكره على الاكثر. العنوان من فضلك. بكل سرور. متشكر. عن إذنك. مع السلامة. أي أي كده تستاهل. الله، انت حلوه قوي كده. عورتيني علشان تاني مره اتحرم بعكس البنات. متاسف. طب معلش، يلا خد الشنطه على مهلك. Thank you.
احب اعرفكم ان في مربية جديدة هتوصل النهاردة. المربية دي انسانة وقورة ومحترمة وتتصف بالنظام والهدوء اللي هما اساس النجاح في الحياة. احنا يا بابا كده كويسين ومش محتاجين لمربيات. انا اعرف مصلحتكم اكتر. غير كده سنة الحياة تحتم ان كل جماعة لازم يكون لها قائد. ماله هو يا بابا؟ انت بالذات اتلهي. حاضر يا بابا. مش عايز اسمع ان في حركة واحدة من حركاتكم اتعملت معاها. لا محكمة تعملوها ولا احكام تصدروها. وحكاية طا 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 دي لازم تبطلوها. مفهوم؟ مفهوم. وانت لازم تساعدها في مهمتها لاني ما عنديش استعداد ادور على مربيات جديدة. ان كان علي يا سعادة البي انا اعتبرها زي والدتي واكتر. ده حتى احترام الكبار واجب يا سعادة البي. هاتلي طارق وحصلوني على المكتب. حاضر يا فندم. وانتوا اتفضلوا. يلا طارق. نعم يا بابا. ايه اللي عورك يا طارق؟ اصل يا بابا وانا راكب البسكليته وقعت فتعورت. بس هنا يا فندم. يا فندم بس عيدنا. انت ليه هنا؟ يلا يلا روح انت. حاضر اروح اساعدك. ضلعتني انت من روح يا بسيوني. حاضر. تعال يا بسيوني. حاضر. سوق يا بسيوني. حاضر. افتح يا بسيوني. حاضر. ها؟ حاضر. صباح الخير. يا صباح النور. الاستاذ رفعت موجود؟ سعاده البيه موجود يا فندم. اتفضلي. نقول له مين يا فندم؟ المربية الجديدة. المربية الجديدة. نعم. المربية الجديدة. سيادتك متأكدة إنك المربية؟ مربية. وأنا بقى بسيوني بتاع كله. محكمة، مكتب، بيت، خضار ولحمة أشتري، عربية أسوق. وقت ما تحبي تستريحي انا المربية مش انتي. احنا مش عايزين مربيات. لكن بابا عاوز نطفشها. ايوه. تا تا تا. يا نهار اسود. اتفضلي. معلش متشكرة. دي هي لازم جاي تشتكيني لبابا. دي المربية الجديدة. وايه رأيك؟ تا تا تا. لكن دي حلوة. وين عليه طيب؟ كلهم اسفت من بعض. تا تا تا. مقفلين؟ احنا مقفلين؟ حاجة غريبة، مقفلين البيت قوي كده ليه؟ أوامر سعادة البيه. وبتوطي صوتك ليه؟ تعليمات البيه الكبير. طب اتفضل روح قول للبيه الكبير إن أنا هنا. طول ما اللمبة الحمراء دي بقى منورة ممنوع الدخول قطعيا. على اذنك اعمل لي كوباية ليمون. طيب. شكرا. مع السلامة. ترللي. انت المربية الجديدة؟ ايوه. انا منى. وانا الهام. اهلا. وانا طارق. وانا بقى هشام. خدي بالك انا بقى عم. يا روحي عليكي. ياه ده انت انستينا. متشكره. احنا مبسوطين قوي لتشريفك هنا. متشكره قوي. ممكن ناخد صوره سوا؟
دلوقتي؟ يعني إذا سمحتي. طيب زي ما انتوا عايزين. طب اتفضلي اقعدي هنا. اتفضل. انتي اللي هتصورينا؟ واحد ما شاء الله. اتنين ثلاثة. ليلى متشكرة. انا اسفة. انت مين؟ ليلى مربية جديدة. ده ايه ده اللي انت شايله في ايدك ده؟ ده 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 عشان ده 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 مش طبعا انت الاولاد. انتوا بتبصوا على ايه؟ يلا يا حبايبي بسرعة على المكتب، بابا عاوزكم بسرعة بسرعة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ محدش يمسكني، محدش يسوقني. ايه اللي بتعمليه ده يا عزة؟ اصلي يا بابا كنت نازلة على السلالم رحت متزحلقة على الترابيزين. مين فيكم اللي زق الكرسي؟ مين؟ انا هقول لحضرتك. اصلي ما كنتش اعرف ان الكرسي بعجل، فقعدت كده مرة واحدة فجري بيا كده مرة واحدة، فأنا آسفة. مرة واحدة. أقدم لك أولادي. منى ثانوية عامة. إلهام ساقطة وبعيد السنة. طارق ننجح السنة دي في الإعدادية بإذن الله. هشام هنجح في الإبتدائية إن شاء الله. عزة لسانس حقوق. الآنسة ليلى المربية الجديدة. أهلا وسهلا. طيب يلا اتفضل. بس هنا أفندي. أفندي بس عادت البيت. وريها البيت عشان تعرفه كويس وفاهمها كل واجباتها. حاضر يا فندم. اتفضلي. أنا عرضه بالتأجيل. ليه؟ مش يمكن تطلع كويسة؟ مفيش يمكن. مش هي دي اللي وقعتك وعورتك؟ أنا السبب، ولما شافتني اتعورت صعبت عليها فطبطبت عليا بحب وحنية. إحم إحم. حنية الأم وحب الأخت، وعشان كده أنا بطلب التأجيل. مش يمكن نرتاح لها كلنا؟ ها إيه رأيكم؟ نجربها تلات أيام. النشيت معنا بحب وحنية. اتفرعلت. الساعة 7 صباحا فطار، الساعة 2:25 غدا. وش معنى يعني 25؟ مرة في ساعة تجلي سألت رفعت بيه في الموضوع ده، قال لي يا بسونة افندي ده اللي هو انا. ايوة ما تبقاش جاهل. ده اللي هو انت. ايوة اصلا لو سعادة البي كده واخدين على بعض هو يقول يا جاهل يا غبي، وانا اقول له يا سعادة البي. قال لي يا بسيون افندي الدقيقة في قضايا كتير كانت فاصل بين الحياة وحبل المشنقة. عنده حق بس مش للدرجة دي. قايته الساعة 7:15 عشاء، الساعة 8 نوم عميق. لا 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 لا. ايه مالك؟ هنا ممنوع. ليه بقى؟ اوامر البيه. اصل فيها حاجة المرحومة. بس البيه قال لك في ساعة تجلي يا بسيون افندي يا. لا 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 بلاش. وريها البيت علشان تعرفه كويس. حاضر يا فندم. حاضر. اتفضل اتفضل. الله، كل دي آلات موسيقية؟ أصل المرحومة كانت غاوية مزيكا وكان صوتها حلو. يظهر انها كانت ست راقية قوي. الله يرحمها بقى، موتها سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ رفعت بيه اللي انت شايفاه دلوقتي عصبي وبيشخط ويمطر،
ما كانتش الابتسامة تغيب عنه دقيقة واحدة. بس بيتهيألي انه بيعامل اولاده معاملة شديدة قوي. في الظاهر بس، لانه بيعتقد ان دي الطريقة الوحيدة لتربيتهم، انما في الحقيقة هو معجب بيهم قوي وبيحبهم قوي. علشان كده عامل لهم الاكل بالميعاد والضحك بالميعاد حتى العياد بالميعاد. كله بالميعاد. هو امتى؟ لا ايه مالك؟ ده ممنوع. ممنوع؟ ده اول حاجة في قائمة الممنوعات. ايوه بس انا بلعب بيانو كويس قوي. يا حلاوتك. هو امتى؟ امتى؟ امتى ايه؟ امتى امتى ولا انتش داري؟ لا بس باين عليها بنت حلال وحلوة. انت تشبع بيه. انا ما شبعنيش غيرك انت يا جميل. بكرة تشوف بس لما نتجوز اعمل لك ايه. لا يا حادق، انا لسه لغاية دلوقتي ما اديتكش الاوكي. ده اللي مجنني. يا نور النبي، مزيكا حياة النبي، مزيكا اموت انا في الزيكا ويكا. مساء الخير. ايه ده؟ يا مؤاخذة. مساء النور. مساء الفل. الساعة 8 بعد النوم. بس احنا ميعادنا 9 بعد ما نشطب وننظف ونخلي المطبخ خلاص طلنش. طيب تحبوا اساعدكم؟ يا ندامة تغسلي صحون واغسل حلل وابيض نحاس كمان. انت بتبيض نحاس؟ شفتي؟ ما تعايرنيش بام تاني. كلنا هنا واحد. بنخدم اكل عيشنا ولازم نساعد بعض وندور على راحة بعض. يسلم فمك. شرابي شاي؟ متشكرة. ما الشاي جاهز اهو. معلش وقت تاني هروح اشوف الاولاد. طيب تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا اميرة يا بنت القمرة. شو قلتلك؟ طيبة وبنت حلال وحلوة زيك تمام. بس انا انقع. يا خرابي. هتعمل ايه؟ البوتاجاز يشوفنا. وادي اتنين وادي واحد وادي يا سيدي شاي وادي ولد وادي بنت وادي بصرة. وريني كده. يا حرامي يا غشاش. حد يشتم اخوه يقول له حرامي يا غشاش؟ اذا كان بيبصر بالبنت الاربعة. طب هات هات الكوتشينة. ايه هتاخديها؟ لا مش هاخدها، بس هعلمكم لعبة تفيدكم احسن من دي. ايه هي؟ طب استنى بشوف اخواتكم بيعملوا ايه. مساء الخير يا حبيبي. بقى شوفي ما اقولك، دروسنا وذاكرناها وجبت المدرسة وعملناها، وبكرة الجمعة وبعدها اجازة نص السنة، يعني 11 يوم ما فيش مدرسة. ما نسهرش حبة؟ يعني نفرفش حبتين. ومين قال لكم ما تسهروش؟ انتي. انا؟ بالعكس ده انا هسهر معاكم. صحيح. وهلعب معاكم. فرحتي يا Yeah.
الو انت فين يا رفعت؟ هو ان ما كنتش اسال انا ما تسالش. اخس عليك يا وحش، تلات ايام ما اشوفكش انا مخصمه. متاسف يا حبيبتي، الاولاد واخدين كل تفكيري. اسمع كلامي ودخلهم مدرسه داخليه. مش معقول ليه؟ الحمد لله جبت لهم مربيه جديده. لا لا لا، دي حاجه تانية خالص. بنت متعلمه، فاهمه وظيفتها كويس، ويظهر الاولاد راضيين عنها كمان، وخصوصا عزه حبيتها قوي. يا حبيبي على الاقل تريح تفكيرك وتخرج من السجن اللي انت ساجن فيه نفسك علشانه، وكمان نشوف مستقبلنا، ولا يعني هنفضل رابطين مصيرنا بيهم. انا اتضايقت خلاص. معلش يا ساميه. ابدا ابدا، انا عندي وعدي، بس في الاول اطمن على الاولاد. افندم النهارده مش هقدر، وبكره مسافر اسكندريه في قضيه، يمكن اسبوع، لما ارجع هتصل بيكي. مع السلامه. مالك يا عز؟ الله، قاعدين كده ليه؟ هنروح فين؟ سينما ممنوع، فسحة ممنوعة، راديو تلفزيون ممنوع، ضحك بعد الساعة 8 ممنوع. وليه ممنوع؟ أوامر بابا. الله يرحمك يا ست البيت يا أميرة. فين أيامك الحلوة؟ فين ضحكتك وابتسامتك؟ فين كلمتك الطعمة؟ فين صوتك اللي كان مالي علينا البيت؟ كان كران صوت كران. سلام عليها لما كانت تجمع العيال حواليها على البيانو وتغني لهم ويغنوا لها. البيت كله زغرت. بس يا عزة، بس بس يا حبيبي، بس بس. الله، انت كمان بتعيط؟ هزعل منكم. وبعدين لا منى، حتى الكبيرة بتعيط، اسكتي. ان ما سكتوش هزعل منكم. وبعدين لا. طريق ممتاز، طريق ممتاز، بالعين راح يا صباح أستاذ، يا صباح أستاذ. طيب يا سيدي ما تزعلش، الله لا يطفي لك بوتاجاز. بس وبعدين، بس وبعدين، هو أنا قلت لكم لغاية فين؟ قلت لحد ما كان شغال حتى ولو دكان بقال. وبعدين فتة انا واتنين وتلاتة كفاح بيطول، اوي ده من سنة.
سنة تانية لتالتة لرابعة نجاح نجاح على طول. فات اعدادي وراح ثانوية جاب مجموع 90% ودخل بيه احسن كلية. كان بيعيش من البقشير و15 قرش يومية والغدا فول والعشا طعمية العشا طعمية. عين عليه كبدي عليه. عينك ايه كبدك ايه؟ ما تخليهم بقى يتلموا وتبطلي بقى قر عليه. بس وبعدين بس وبعدين هو انا قلتلكوا لغاية فين. جاب مجموع 90% ودخل بيها احسن كلية واتخرج بمؤهل عالي وصبح دكتور قد الدنيا قد الدنيا. وانت لي مفيش زيه مثالي واتعين في الدرجة التانية الدرجة التانية. ايه يا ولاد بقى رأيكوا فيه؟ انت برافو برافو عليه. روح عليه يا اختي عليه. روح عليه يا اختي عليه. روح عليه اسم الله عليه. نجح وصبر شرفوه ما تشوفش حزنا زي وطن. ما تقولش امك ولا ابوك اصل الفتاة نجح والصبر يشرفوك ما تشوف صاحبنا ما تشوف صاحبنا ازاي وصل ما تشوف صاحبنا ازاي وصل اصل الفتاة ما قد حصل. بسيون افندي. افندم سعادة البيه. اديهم حسابهم ومشيهم مش عايزهم هنا. يا بيه ربنا على المفتري. يلا 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 رجعوا هدومكم ورجعوا لشغلكم. البيه فصح قصدي صفح عنكم. صفح صفح الهوا شباك. احنا مع ليلى يا بسبس. نعم بسبس. ايه بسبسي؟ مفيش بسبس في الشغل. امال فين؟ خلاص خلاص خلاص. ثم انتوا مالكم ومال ليلى؟ رجلينا على رجلها. تقعد نقعد. يا سلام. تسيب البيت. نروح وراها. يا اخي الانتحار. يا اختي حوش عني يا بسبس. حوش عنك؟ عدو كلها. انا مش جايبك عشان تعلميهم الهرجلة. هنا في نظام في حدود مش لازم تتعديها. وبعدين انتي وظيفتك انك تلاحظ الاولاد وبس. طبعا بس الاحظهم بالطريقة اللي تريحهم مش بالطريقة اللي حضرتك اخترتها. انتي هتعلميني يا فندم يا اما في ثقة وتسيب لي المسؤولية يا مفيش جهل وجودي. على العموم لما ارجع من السفر هيكون لي كلام مع اللي بعتوكي. تحب سيادتك اروح لهم دلوقتي؟ انا قلت لما ارجع من السفر. يبقى من دلوقتي لغايه لما ترجع من السفر هعتبر نفسي مسؤول عن البيت والاولاد وكل حاجه هنا. عن اذنك. كده اخسى عليك يا عزه. البنات الحلوين ما يقفوش يصنطوا ورا الابواب. ما يعملش كده غير البنات الوحشين. عزه بنت حلوه وانا بحبها قوي. وانا كمان يا ابله بحبك قوي قوي قوي. ما يلخبطوا بس ياك ما تهجش. مش هتهج ده هتعشش. الاولاد بيحبوها ومتشعلقين فيها. انت عايز الحق تتحب يا عبد. صحيح يا نونو من قلبك ألا؟ يا راجل اتلم. انا بقول على ليل ونعمل ليالي ادب ولطافه وحلاوة زمان. عروسة حصان وآن الأوان نيبوس يا جدع.
فندم. ايوه يا سعاده البيت. انا مش منبه ان محدش يفتح راديو في مواعيد النوم. حصل يا فندم حصل. الاوامر مطاعه يا فندم. كله تمام يا فندم. امال راديو مين اللي انا سامعه ده؟ انا ما عنديش راديو يا فندم. وانا شارحه يا فندم، عمري ما قنيت راديو. لو ما عمل حسين يا سعاده البيه حتى فتشني. امال ايه الزفت اللي انا سامعه ده؟ انا خايفه يا ابله، بابا هيضربني. ما تخافيش يا حبيبتي. دوروا كويس. حاضر. يا ماما. البنت خايفه من باباها عشان كده مش عايزه يعرف. طب وانا اقول له ايه؟ قول له قول له مفيش حد عشان خاطر عزه. عشان خاطر عزه؟ طيب عشان خاطرك انتي. طيب يلا اطفي نور. مفيش حد يا فندم. طب امشي غور من وشي. هغور يا فندم. ايه ده؟ يقول له غور من وشي ويسيبني ويمشي؟ ده كلام. وهي بترتاحش. وديها اوضتها. لا انا لما قبلة. دي رجالة وعدم نظام. انا مسافر اسكندرية يومين ثلاثة. بس يوني افندي هيقوم بكل طلباتكم. مش عايز اي تغيير في النظام اللي احنا متبعينه. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. مع السلامة يا بابا. ترجع لنا بالسلامة يا بابا. ما تغيبش يا بابا. هتوحشني يا بابا. وانا كمان يا بابا هتوحشني قوي. اجيب لك ايه معايا؟ هات لي بيانو. بيانو؟ بيانو مره واحده؟ انا هتعلم البيانو، اصل ابله ليلى علمتني امبارح. الوقت اسف يا سعاده البيه. مش عايز لما ارجع اسمع اي مخالفه. مش عايز هرجله وعدم نظام. مفهوم؟ مفهوم. ايه رايك في المربيه دي؟ توفيق من عند الله يا سعاده البي. بنت كويسه جدا يا سعاده البي. لطيفه جدا جدا يا سعاده البي. كمان ظلها خفيف جدا 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 يا سعاده البي. مين اللي كان في اوضه المرحومه امبارح؟ هي يا سعاده البي. هي. طب وليه كدبت عليا؟ هي يا سعاده البي اترجتني عشان خاطر عزه، كانت خايفه من حضرتك. طيب خلي بالك من الاولاد. اطمن يا سعاده البيه. ما دام هي موجوده يا سعاده البيه انا هعمل ايه بقى؟ مع السلامه يا سعاده البيه. فتحت الجلسه وقررنا تنفيذ اوامر ابله ليلى واجراء التغيير الكامل الشامل الذي يحقق السعاده للجميع والحكم بطه طه طه على الهم والغم والاحزان. مسؤوليتك يا شبه. على مسؤوليتي يا شبه. طيب يا الله عدونا طرزان. افتح
افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه ده يخلي البيت زي البنور في جميعنا وحيد افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه ده يخلي البيت زي البنور في جميعنا وحيد الله عالنور الله يا سلام يا سلام يا سلام الظلمة تخور مش عايزة كلام مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحضن ده مقلب للمشرب لو يوم شفته دوروا وهربوا رحت اسال عنه اللي مجربه قال لي ده لو كان انسان لضربه يلا نودعه يلا نهربه يلا نضيعه يلا نسربه يلا نضيعه يلا نسربه مخش الحزن في بيت خرب اوعى تخش عليك ودبشك اوعى كلمة تجيب حزن وتفكير واغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير اوعى تخش عليك ودبشك اوعى كلمة تجيب حزن اغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير شاهدين يا ولاد سامعين يا ولاد شاهدين يا ولاد سامعين يا ولاد حط الورد في ظهريات رش المية عليه خلي البيت احلى وحياته لما الضحكه تلعلع فيه سيبك منهم الزهريه اجمل ريحه واحلى عبير في التقليه عالملوخيه لما تخش على المناخير اضحكوا يا ولاد سقطوا يا ولاد اضحكوا يا ولاد سقطوا يا ولاد شكرا معاك من فضلك افندم الاستاذ رفعت فهمي خرج الصبح يا فندم يرجع امتى المجاش 2:30 يبقى 5:30 مواعيده بالدقيقه يا فندم طب متشكره قوي العفو اهلا رفعت اهلا اهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك انت وصلت امتى من نص ساعه اعمل لك ايه ما انت عامل لي عمل صحيح لما بتغيب عني بيغيب عقلي ما بعرفش اتلم على نفسي طب ونازله فين واحنا ملناش بيوت في اسكندريه يا استاذ العفو مش قصدي بس عايز اطمن عليك عطان شوشو فنيان وعلى فكره انا عازمك على العشاء انا اللي لازم اعزمك لحظه واحده انا حافل البيت واقعد في بيت بابا مش معقول ارمله صغيره ومرغوبه زيي تقعد في بيت لوحدها احسن برضو ويا ريت الحفلات والسهرات والعزايم خلاص وحياه عيونك لا حفلات ولا سهرات ولا عزايم انت وبس يا رفعت سميرة انا عايزك تشوفي الاولاد وتختلطي بيهم وتكلميهم انت بتدخلني في امتحان يا رفعت مش امتحان انا يهمني الاولاد ياخدوا عليكي واحده واحده حاضر واسبقيني انت على مصر احنا مش هننزل سوا انا لسه قدامي يومين ثلاثه وانا كمان هقعد عند طنشوش واستناك يقدم خدمة يا حضرتك أنا كشاف النور برافو عليك هو فين العداد؟ تعال معايا أهو متشكر يا سلام على الزكاوة عرفته من غير ما يقول لي أهلا يا منى تعال
اللي جابك هنا؟ مش احسن من تحر في النيل والدنيا برد؟ طب وليه كده؟ لانك عشمتيني وخلتي بيا. انا؟ ايوه انا لازم اشوفك. طب ما انا اهو. لا اشوفك برا لوحدينا. مش عارفه اذا كان بابا هيوافق ولا لا. لو انت هتقولي له اننا هنتقابل. طبعا. اوعي. ليه؟ عشان حبنا زي اللولي لازم يفضل سر جوه الصدى لحد ما يكبر ونعيش ونتمتع. قلتي ايه؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ ميرسي يا ابلة. الا بالحق يا منى. هو كشاف النور كان عايز ايه؟ ولا حاجه. تعرفي صوته وشكله بالظبط زي شاب وبرضه بيشتغل في شركه النور. اتعرف على واحده صاحبتي وقعد يقول لها في كلام حلو وحنين وذوق لغايه لما حبته واتجوزته. ابدا طلع ندل، خد منها اللي هو عايزه وسابها بعد ما خسرت هي كل حاجه. اكيد ما كانش بيحبها. وهي كانت هتعرف منين انه بيخدعها؟ كان لازم تاخد بالها. برافو عليك يا منى، كان لازم تاخد بالها. تعرفي ايه الغلطه اللي عملتها صاحبتي؟ انها عاشت مع حبها في الضلمه، يعني من ورا اهلها. مش يمكن ما تقدرش تقول لاهلها؟ تقولي انا؟ هو انا مش صاحبتها وحبيبتها واكبر منها، يعني زي مامتها. مش معقول يا قبل يبقى لك بنت عروسه. ده انت عروسه يا شقيه. وعقبال شهرات اخر السنه ان شاء الله. مليونيه يا ابله. قولي لي يا منى انت عايزه تطلعي ايه؟ دكتوره يا ابله. وانت يا الهام؟ انا بقى مضيفه. وطارق؟ محامي زي بابا. وهشام؟ تيار حامي. وعز هانم؟ تمام يا فندم، امين شرطه. وتقعدي معاهم. بس يا خساره مش معقول، ده احنا على ما نوصل تكون بقت تسعة وشويه ويكون الاولاد كمان ناموا. بيحلموا كمان. هتروحي مني فين بس؟ استاذ رفعت الحمد لله على السلامه يا فندم. افتكر ان الشنطه اللي كانت معاك يوم ما جيتي لسه موجوده. موجوده يا فندم. الباب اللي دخلت منه انا سبته مفتوح. اتفضلي. سهل قوي، تعالي اشتغلي وتفضلي. لا يا سعاده البيت، قبل ما تقولي اتفضلي قولي انت اذنبتي في حق اولادي. انا بعمل لمصلحتهم. انا اعرف مصلحه اولادي كويس. حضرتك ما تعرفش حاجه عنهم ولا عن ميولهم. امهم الله يرحمها هي اللي كانت فاهماهم واخداهم في حضنها. انا بحب اولادي. شيل الستاره اللي بينك وبينهم، افهمهم علشان يقدروا يفهموك. انت هتعلميني؟
بتكلم في حدود وظيفتي، انا مربيه وانا مستغني. بس احب اقول لك الحفله دي ليها مناسبه، ومناسبه مهمه جدا. اولادك كلهم نجحوا وجابوا نمر عاليه، مبروك. مبروك نجاح الاولاد يا رفعت. شكرا. أنيسة ليلى، ممكن تستني مع الأولاد ما دام وجودك بينجحهم؟ أرجوكي معلش، دول ما يقدروش يستغنوا عنك. هشام اضرب. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، التمرين التاني. خليكوا معايا بقى. يلا. واحد اتنين تلاتة أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. محدش يلخبط. اتنين تلاتة أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. برافو يا عز. يلا يا حبيبتي ضهر كويس. الهام برافو يا الهام. هيا منى يلا يلا الله ما شيء. طب يلا كلنا تاني. يلا يلا كويس. فين رايحين فين؟ ايوه. امال ايه المسخره اللي انتوا عاملينها دي؟ اتفضلوا غيروا الهدوم دي. استاذ رفعت، صحيح الوفاء للاموات واجب، لكن الاحياء كمان لازم يعيشوا حياتهم. استاذ رفعت، النهارده الجمعه يوم اجازه الاولاد، لازم يتفسحوا علشان يجددوا نشاطهم، ومش معقول هيتفسحوا وهم لابسين ملابس الحداد. علشان كده انا اللي قلت لهم يقلعوا الهدوم السوداء. يا استاذ رفعت، الحزن احساس شخصي، مش محتاج ظهر نعبر بيه عن حزننا، وتأكد ان روح المرحومه هتكون سعيده لسعاده اولادها. اتفضلي قولي لهم. لا. ايه؟ يبقى اجمل لو قلتها لهم بنفسك، لانك بالنسبه لهم الحب والحنان.
والقمر والمية والزهور وفرحة القلوب وكمان لما الغيوم بتكون متحينة بتكون متحينة يدخل قلبنا قلبنا الحضن ما فيه والفرح يعيش الحضن ما فيه والفرح معقول ابدا. ادخل. مساء الخير. مساء الخير. الاولاد عايزين يشوفوك قبل ما يناموا. أنا اتحرمت من أمي وأنا عندي 4 سنين عشان كده بحس بسعادة كبيرة لما بدي الأطفال اللي اتحرمت منهم. تصبح على خير. تصبح على خير. أهلا أهلا سامية هانم. عندك تأخير نص ساعة. وأنا أعرف منين إنك هنا بس يا حبيبتي؟ على العموم أنا جايلك في موضوع مهم. مهم؟ خير. العيلة والناس كلها بتسألني امتى هنعلن خطوبتنا. انت عارفة الاولاد. الاولاد الاولاد مالهم الاولاد؟ لازم ياخدوا عليكي وتفهميهم ويحبوكي ما عندهم اللي بيحبوها واللي ابوهم كمان بيحبها. ده رأيك فيها؟ يمكن هتقل عقلك وتحب خدامة. أنا بحب أولادي بس. طب وسامية حبيبتك؟ ده أنا بموت فيك يا رفعت. مين ده يا منى؟ زميلك في المدرسة؟ لا. جارك؟ لا. مش هو ده اللي كان عامل كشاف النور وجاي قبلك في السر؟ حضرتك بتتجسسي عليا يا أبلة. لو بتجسس عليكي كنت رحت من وراكي وقلت لبابا. لا أرجوك ما تخافيش.
بس خليكي صريحه معايا يا منى، مش انا اختك الكبيره؟ ها عرفتي ازاي؟ تلميذه معايا في الفصل. ايه قصدي اخو خطيبها من عيله كبيره. من عيله مين؟ معرفش. ابو مين برضو معرفش. يعني ما تعرفيش حاجه عنه؟ لكن بيحبني. لو كان بيحبك صحيح كان دخل البيت من بابه، لكن يتلصص حوالين الحيطان يبقى حرامي وعيب قوي. منى بنت المحامي الكبير تعرف حرام، صح يا منى؟ صح. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. اتفضلي يا سريعة. عادي. أنا لمست فيكي القلب الكبير والعقل الكبير. أنا قلت إنك أم، وحقيقي حقيقي أنت أم. أنا عايز أخد رأيك في مسألة شخصية باعتبارك أم للأولاد. تفتكري اللي زيي من حقه إنه يتجوز؟ سكتي ليه؟ هو مش انتي صاحبة نظرية ان الاحياء لازم يعيشوا حياتهم؟ طيب ما انا اعيش ازاي؟ اعيش ازاي من غير ست تملى علي حياتي؟ ارجوكي ارجوكي تقولي رأيك وتساعديني. عندك حق في كل اللي قلته. انا خلاص فكرت واخترت. ربنا يوفقك. الأسبوع اللي جاي أنا هعمل حفلة وهتكون سامية هانم الدراماللي. ما أنت شفتيها. أيوه. هتكون ضيفة الشرف وهعلن خطوبتي أنا وهي. مبروك. الله يبارك فيكي. وكل اللي أنا عايزه منك إنك تفهمي الأولاد بطريقتك الحلوة إنه ده شيء طبيعي وإنه أنا طبيعي. متشكر. وأنا بترك الحمل التقيل ده عليكي. معلش ما انتي ام الاولاد. حاضر. ايوه. ما انتوا كمان بكره هتكبروا وهتتخرجوا وهتشتغلوا وتتجوزوا ويبقى لكم بيت واولاد، وبابا يا عيني يبقى عايش لوحده في البيت، لا معاه اولاد يسلوه ولا زوجه تراعيه وتشوف خدمته. انا ام خدمته. انتي؟ ايوه كده اضحكوا، فرفشوا بقى عشان بابا والميتة ارتاح. عروسة ايدي يا اخوي، عليا النعمة انا لو راجل نفسي ما تهفني. الحب امزجة، الحب بلا نونو. بدك بلا مجاني جعاني. اتفضلي. ايدي عشانك، مخصوص عشانك، صنع ايديا وحياة عينيا. بمناسبة ايه؟ سبوعك. من غير مناسبة، هدية حبيب لحبيبته. اموت انا. دوقة جميل. دوق استطعم وافتكرني وانت بتستطعم وسايق عليك النبي. ما تدي منها حد حاجة، دي هديتي. مقبول يا بعدر. بعدر حد يدلع حبيبه يقول له يا بعدر. سيباستس. بس عايز ايه؟ النبي قبل الهدية. هدية؟ بنعم بنعم. ما تكسرش بخاطري يا بس. تقدر تقولي لي بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، هدية حبيب اللي حبيبي. عارف لو كسفتني هفضل طول عمري مكسوفة وعاملة كده كده اهو. طب خلاص خلاص خلاص. دوق يا جميل.
دو استطعم وافتكرني وانت بتستطعم. ساي عليك النبي ما تدي منها حد حاجة، دي هديتي. مقبولة يا نونو. مقبولة يا نونو، ده قال لي نونو. مش خسارة فيك الهدية يا بسبس. بسولة فندي. نعم. ايه اللي معاك ده؟ ده صاروخ. صاروخ؟ هو جالك؟ انا ماشي بارد يا اخي، وانت مالك انت؟ انا مالي؟ طبعا ما انا بعجر. يا فين؟ مساء الخير على الخفة والجمال والذوق. مساء الخير يا اخينا فندي. اتفضلي. المناسبة؟ من غير مناسبة، دي مجرد هدية من إنسان يحمل ليكي في قلبه كل معزة وتقدير، معزة لا قبلها ولا بعدها. وانت كمان عزيز علينا قوي يا بسيوني يا فندي. من قلبك ولا من لسانك؟ من قلبي طبعا. يعني تشجع واقول اللي في قلبي؟ قول يا بسيوني يا فندي. انا انت ايه؟ انا يتيم الاب والام. يا حرام. انا بائس، انا بحترق بعد الشر. انا بحب بتحب ايه يا بسين يا فندي؟ بحب الفول الحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت لسه ما مشيتيش يا عطا؟ طب انا لابسه اهو. لا لا البسي لسه انا جاي. لا كده كويس. لا البسي مستنيني بابا. او ناديه يا عطا. ناديه. يلا يا ابله بقى. ما شاء الله. نعم. الله اكبر. نعم. رب دي يا رفعت، دي الانسه يا ليلى، مربيه الاولاد وصاحبه فضل كبير على البيت. قولي لي يا انسه. افندم انت ما عندكيش اخت؟ عايزك عايز مربيه؟ انا عايز اتجوز. فكرت كويس في الموضوع ده. لطيفه قوي يا رفله بيه. اتفضل. في ايه يا سامية؟ مشيتي ليه؟ عشان اديك فرصة تقعد مع الست الخدامة. ايه الافكار السخيفة دي؟ انا سخيفة؟ افكارك هي اللي غلط. اولا دي مش خدامة، دي زي ام اولادي، وطبعا لها مكانتها. انا بحترمها وبعزها. بتحبها؟ بقولك بحترمها وبعزها. اتفضلي. اتفضلي هاتيلي كاس ويسكي. حاضر. اتفضلي. ايه ده الويسكي؟ انا ما بشربش ويسكي. بس حضرتك طلبتي ويسكي. انا ما بشربش ويسكي. انت ما بتسمعيش. انا قلت كونياك. لا قلتي ويسكي. انت بتردي عليا. تبقى قلة ذوق مني لما اسيب حضرتك بتتكلمي وما ردش عليكي. تردي بادب. انا مش قللت الادب. ما بقاش الا الخدامين كمان. بقى دي اللي هتبقى مامتنا وتحت الجلسه وقررت المحكمه. طه طه طه. ازيك يا طنط؟ انت ما نمتيش ليه؟ هنام يا طنط. من فضلك عايزه ارقص فالس. اتفضل. ايه اللي في الادب؟
هتوقعك الا هي تقع في نقرة ما تطلع منها. معلش. تقصدي ايه باللي انت عملتيه ده؟ تقصدي تهزقيني؟ انا اللي هزقك وقت مرقبتك يا قليلة الادب. سامية هي ملهاش دم. اطرد البنت دي. سامية يا علي. اطرد البنت دي. بقول لك يا علي ومفيش داعي للشوشرة. انا اللي هطردها. امشي اطلعي بره يا مجرمة. ليلى مش مجرمة ومش هتطلع بره. يعني انت راضي؟ انا غير راضي عن تصرفاتك. وانا متأسفة اني قبلت دعوتك. اللي حصل لله دي مش هيتكرر ابدا. وسامية ملهاش عندك اي حاجة. انت هنا كل حاجة. انت ليكي عندنا منزلة كبيرة. وعندي انا بالذات. حقك عليا. مين اللي ربط فستان سامية؟ أنا يا بابا. مين صاحب الفكرة؟ أنا يا بابا. ليه؟ ما بنحبهاش يا بابا. تقوموا تهزقوها؟ عشان هتضايق يا بابا. يا ولاد الليلة. حبيبتي ماما على فراش الموت وعاوزه تشوف خطيبه ابنها وتبارك خطوبتنا قبل ما تغمض عينيها للابد. استحلفك بروح امك الغاليه ان لا تحرمي امي الفانيه. اسرعي قبل فوات الاوان. دوري فاصول عسي. لا انا عندي حاجه احسن. طب قولي. يا عفريتة منى بتجري كده ليه؟ رايحة فين؟ راجع حالا. تعالي هنا ولو بابا سأل. رايحة المكتبة قصدي عند واحدة صاحبتي استلف كتاب. باي. الله. سيري في اوضه النوم. مفيش حد معاها؟ لوحدها يا عيني. خش شوفيها قبل ما تموت. منى! 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 انت رايح بيها فين يا مجرم؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ اصل مامتي جوه عيانه قوي وعايزه تشوفني قبل ما تموت. فين هي مامتك؟ وريهاني! يا ندلي يا جبان. وانت يا مصطفى رعب. اصل خدني على البيت.
مش كفاية عياد بقى عشان نعرف نتكلم؟ مش هقدر أكلمك ولا أرفع عيني فيك. أنت نصحتيني وأنا ما سمعتش نصيحتك. وبعدين معاكي بقى، مش قلنا كفاية؟ كفاية بقى يا منى، كفاية. اسمعي اللي فات، رد. مات. واللي بيموت، ردي. ما بيصحاش تاني. خلاص الله يرحمه، راح بسيئاته، ننساه وما نفكرش فيه تاني. ولما نحب نعمل عمل نعمله في النور، فهمان يا منى؟ ايوه يا ابله. توعديني؟ بشرف بابا يا ابله. عالزمالة؟ لا ابدا مفيش. حررتها 37 وشرطه بسيطه. امال الاولاد خدوني؟ اصلي حاولت انيمها في سريرها ما رضيتش وشبطت فيا. الحقيقه انت خلتينا كلنا نشبط فيكي. انا اللي سعيده بوجودي معاكم. اظن مفيش داعي تنقلي البنت اوضتها. حاضر، من بكره انقلي سريرها معاكي هنا. انت صح يا بنتي؟ ايوه. طبقا للماده 237 من قانون العقوبات. ايوه يا فندم. ايه رايك في ليلى؟ ايه رايك في ليلى؟ يا سلام يا فندم، توفيق من عند الله يا فندم. بنتي ممتازه، فوق الامتياز يا فندم. تعرف انها من اصل طيب كمان؟ عارف يا فندم، عارف. تعرف منين؟ ما هو ما دام سيادتك قلت يا فندم يبقى خلاص يا فندم، زي ما سيادتك قلت. وهي كمان باين عليها الاصل والفصل. اللي زي دي تبقى زوجه كامله. يا سلام يا فندم، فهمني. انا كنت ناوي اكلم سيادتك باعتبارك ولي امري وولي امرها، وامري وامرها بين ايديك يا فندم. الأولاد بيحبوها. كلنا يا فندم، كلنا بنحبها يا فندم. عشان كده أنا نويت إني. إنك إيه يا فندم؟ أتجوزها. نعم؟ تتجوزها؟ أمر الله يا فندم. أنت ليه ما بتقولش مبروك يا بسيوني؟ مبروك يا فندم. مش عايزك تزيل الخبر ده لما يجي وقته. حاضر يا فندم. أمر الله يا فندم. عوض على الله يا فندم. أنا تعودت أبوس الأولاد قبل ما أنام. اتفضل. دي هدية عزة. شكرا. تصبح على خير. تصبح على خير.
انا محتفظ بكل جواباتك اللي كنت بتكتبها لي. اما كنتيش هتيجي تقابليني حالا حديهم لابوكي. بس يا منى بس كفايه، ما تخافيش ما تخافيش، انا هتصرف. اهلا اهلا، اتفضلي. تسمح تديني جوابات منى؟ من عينيا، اتفضلي. متشكره، اصلي مستعجله. تسمح الجوابات؟ تدفعي كام؟ هو انت محتفظ بيهم علشان تبيعهم؟ ده جزاء انها حبتك؟ انت جاي تأنبيني؟ ارجوك تديني جوابات. من غير فلوس مفيش جوابات. بس انا ما عنديش فلوس. وانا عايز فلوس. بالعربي انا مسافر لبنان، تذكرتي محجوزه، بس عايز مصروف ايدي 400 جنيه بس. وكمان بس؟ نعمل لك تخفيض 200 كويس؟ لو طلبت مني 2000 وعندي ما تاخرش ارجوك. ما تخدريش اعصابي، انا في ايدي ورقه كسبانه. النهارده الساعه 4 هجيلك، هضرب كلاكس واحد ايه تديني 200 جنيه اديك الجوابات. ما جيتيش 4 و5 هضرب كلاكسين ايه ما جيتيش اتصرف انا بمعرفتي. اخس نكل. حضرتك كنت عايزني؟ عادي. ايه في حاجة قلقاكي؟ لا بس كنت عايزة اروح للأولاد ده. سيبك منهم، خلينا احنا في المهم. الله، ايه في ايه؟ ابدا، اتفضل. انت عارفة قد ايه انا بحب اولادي؟ طبعا. وبحب اللي يحبهم، وبصراحة انا ما شفتش حد حبهم قد حبك انت ليهم، عشان كده انا حبيتك. ويا ترى لو طلبت منك تشاركيني حياتي مع الأولاد تقبلي؟ طبعا إذنك. تعال اتفضل. ايه دول؟ 30 جنيه؟ دول كل اللي عندي. ما ينفعنيش. أرجوك ما تعملش فضيحة، دي منى تموت لو ابوها قرا الجوابات. ما تاخدش من ضعفها سلاح تحاربها بيه. لو دي اختك او حتى قريبتك ترضى لها بكده؟ انت باين عليك ابن ناس، انت ما عندكش اخوات؟ والله العظيم ورحمه بابا انا بحب منى. لو انت بتفهم معنى الحب ما كنتش عملت كده. بص لمستقبلك وتعلم، ولما هتتعلم هتفهم يعني ايه كلمة حب. أرجوك. اليوم معاكي، اتفضلي. أنا غلطة. ربنا يوفقك. ليلى، من غير شوشره ولا كلمه مع الاولاد تاخدي حاجتك وتخرجي حالا. منى الجوابات اهي، احرقيهم. احرقيني انت يا ابله، انا ما استحقش التضحيه دي ابدا. انت بريئه وبابا لازم يعرف كده. منى اوعي يا منى، وحياتي عندك هتبقى صدمه لبابا. انت بالنسبه له صوره جميله، ما تشوهيش الصوره دي. خلاص يا منى.
خطط ايه؟ انا اصلا عرفت شاب اخو واحده صاحبتي واخده الشنطه وراحه على فين يا ابله؟ مسافره في اجازه يا حبيبتي. طب انا مش هاكل ولا هنام ولا حتى اذاكر لغايه ما تجيب. لا يا حبيبتي، عارفه لو عملتي كده ايه يا ابله؟ مش حاجه تاني. لا لا هاكل هاكل. سامحني يا بابا. حاولك ايه؟ يمكن يكون ده درس ليكي عشان تعتبري وتحافظي على نفسك. طب قبل ليلى اجري بسرعه عشان تلحقيها قبل ما تمشي. قبل ليلى فين؟ خرجت. ما تاكلوا. وطبعا ما رضيتش اقول له الحقيقه، خفت عليه من الصدمه. الاستاذ رفعت انسان يستاهل كل خير، والاولاد كلهم بحبهم، علشان كده كتمت في نفسي وسبت البيت. اتفضلي يا فندم. هو فين؟ في المكتب يا فندم. طيب ده رفعت بيه. انا عارفه هو جاي ليه، تلاقي الاولاد ضغطوا عليه. ارجوك يا ابله تنكري وجودي. زي ما انت عاوزه. يكونوش الولاد عملوا. الاولاد بيحبوها، ده مجرد سوء تفاهم. انا عايز اقابلها لو سمحتي. هي ما جاتش لحد دلوقت. طب منظور تيجي؟ مين عارف، ما انا لازم اقابلها باي شكل. اصله في حاجه ضاعت من البيت. حاجه ضاعت؟ انت بتتهمها؟ انا عايز اسالها اولا. على العموم لو جت هقول لها عشان تدافع عن نفسها. وانا منتظر. متشكر. مع السلامة. ابعتي لي ليلى. أهلا ليلى. أفندم. إيه اللي ضاع؟ أنت عارفة كويس إن مفيش حاجة ضاعت. أمال بعت لي ليه؟ أنا بعت لك عشان أتفاهم معاك وأعتذر لك. متشكرة. ليلى. انت ليه مستعجلة دايما؟ ما عنديش وقت. راحت تاني يا عبلة. ما تسيبيناش ليلى.